Hi guys, it's Vlogmas day 19. خبرتكم اوريدي انه انا بشتغل باستوديو تسجيل بس كمان بشتغل تصوير مع هذا التيم تبعي لياس دعبول وميرا داوود. نحن هلا بزحله عنا تصوير، رح ناخذكم معنا بالبروسس تبع كيف بيصير وكل شيء. رح جرب صور قد ما فينا، ما بوعدكم لانه عنا كثير تصوير. باي ذا واي لياس كوزانو لباسم، شو هالقصيص اللي ضروري تطلع؟ اوكي سو هيدا لوكيشن التصوير اليوم، ما بزحله. هيدا الستار اوف ذا شو، انت النجم فادي. فادي مش عاجبه الموضوع. اوكي ما بظن فسرت شو عم نصور. عنا سكريبتس بيبعثوا لنا اياهم، نحن بدنا نلاقي الكاست اللوكيشن ونصور ونبعث لهم الفوتج وهن بيعملوا اديتنج. فهيدا اللي عم نعمله اليوم. The situation. سو بلشنا، كانت تبليش نوعا ما جيدة، بلشنا نقلع بس بعدين بس طلعنا نصور برا لأن من برات المخيم صار في كتير ولاد عم يلحقونا وصار في كتير أشخاص تنشن عالية، فما عاد مرتاح المين أكتر تبعنا فادي وما عاد قدر يمثل. هو عمره 3 سنين يعني اوريدي صعب عليه وصار في عجقة حواليه وضاع. إذا حدا بيصور بيعرف قد أصعب شيء إنه تصوره مع ولاد وبمخيم بمخيم. اوكي نحن هلا بأوضة عادي بس عم نجرب نعملها مثل تبين مستشفى. ف الابديت تبعنا هلا ما عم نلاقي، عم نجرب نعمل اوضة مستشفى بس ما عنا all the elements لنعمل اوضة مستشفى. ف we're getting inspired من القصص يلي موجودة هون. رح نفوت نشوف هون شو في قصص فينا نستعملها. سو قررنا نسرق the decoration. جوا خزقت the decoration. انا خزقت the decoration actually. نايس. ايه خلينا ناخذ بركة the red. ايه اوكي جبنا كمان هولي تبع المستشفى تنعمل انه مستشفى مضبوط. هيك صار شكله للأوضة. ليس شو ردي؟ كيما رأيك؟ feels like مستشفى. ايه اتس نايس. بدنا نصور هلا اخر سين. اونستلي كثير تعبنا، ما بعرف شو صورت لهلا بس anyway رح فرجيكم اللوكيشن تبع اخر سين. بدنا ردم، لقينا محل كثير منيح شفتوا عرض مبين. هيدي هي السين داد صار عم بيمثل معنا. It's a wrap. خلصنا رح ناكل كثير كثير جعت. اوكي سو جايز نحن عندنا تراديشن كل ما نجي على زحله نصور ناكل ماكدو على حساب البرودكشن. باك تو بيروت. فينا نصور معي؟ اكيد. كيف كان نهاركم؟ تعبنا بس حياتي بشيل هالقد روح ونام. اشتغلنا كتير بس we're in a fog storm وما عم نقشع بقى. واو هيك شو حلو. شو حلو؟ ايش يا شي؟ ماشي بس عم يبين هيك القضية تبع السيارات جايين تورتس. رجعنا من زحلة، ما بعرف قديش طوله هالفلوغ لانه honestly ما لحقت صور شي وكتير تعبنا. بفتكر من شكلي مبين قديش تعبانة، مش ضروري افسلكن قدي تعبانة لتعرفوا قديش تعبانة. اليوم باسم واصل بس احوه هلأ بالمطار وما رح روح اخده من المطار مع انه كان عبالي نروح انا وياكن نجيبه من المطار بس رح يوصل كتير مأخر بالليل. ف I'm not gonna go بس بكرة منشوفه، بكرة رح يكون بالفلوغ تبعي. anyway وصل الباكج من ميشيل بيكس كيكس وكتير مبين مهضومة فيه هيك قصص ديزرتس وانا هلا عايزة سكر بركي بوع شوي فرح نفتحه. ما بعرف اذا ما كان فكرة انه في شي رح يكون لإله لانه احي هون وناطرة. ياريت فيني فرجيكم اياها. اوكي صارت على الطاولة ما كانوا. بعرف انه ريحتهم طيبة بس this is for me. رح دوق شي منهم تنشوف اذا طيبين. ما عم بعرف اذا هيدا براوني او كوكي لان بفتكر هو اثنين بنفس الوقت. ما بعرف شو هيدا بس يوم شو طيب. حد جن بدأ شي من الكيس. بعرف انه ريحتهم طيبة. I know baby. Oh my god no. Thank you Michelle. I love those. ان شاء الله ما اكلهم كلهم واحدة لانه
I probably will, بس I should not, بس I probably will. Okay guys, البطارية رح تطفي. بعرف قلت لكم رح تطفي البطارية, بس قلت لها جوي انه ضروري تاكل هيدا لانه كتير طيبة. شو؟ I know. رح نرجع نطلب منهم هولة. ما بعرف قديش صح, بس وصل لي مساج انه اليوم كان في سرقين مسلحين راحوا سرقوا مكدو, اخذوا كل شيء بالكاس اللي كنا فيه نحنا تبع زحلة. Anyway, هذا كل شيء لهذا الفلوج. Thank you so much for watching. إذا حبيتوا الفيديو please ما تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب, وبشوفكم بكرة. Bye. بديك تقوليهم bye. You look like I don't know what you look like.